حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الحفلة الذي أقامته أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في مسرح البحرين الوطني بمناسبة اختتام برنامج ضيافة في نسخته الثالثة. واستضاف البرنامج عددا من الدبلوماسيين الدوليين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وفي بداية الحفل ألقت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة الخليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية كلمة عربت فيها عن شكرها وتقديرها لسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على ما لقيته من دعم ومساندة لا محدودة، والذي أسهم في نجاح النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسيين الدوليين ضيافة، مؤكدة حرص الأكاديمية على مواصلة العمل بكل تفان لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية. كما قدمت سعادتها شرحا عن برنامج ضيافة وما شمله من برامج تدريبية متنوعة جمع بين التدريب النظري والعملي وورش عمل ومحاضرات وزيارات ميدانية لاستكشاف المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها مملكة البحرين. كما تم خلال الحفل عرض فيلم يستعرض تجربة المشاركين في برنامج ضيافة، ثم قام سعادة وزير الخارجية بتسليم المشاركين في البرنامج شهادات التكريم، معربا عن تقديره للجهود المتميزة والملموسة التي قامت بها الأكاديمية لتنظيم هذا البرنامج الدبلوماسي الهادف، منوها سعادته بما يحققه البرنامج من نجاح بارز في تعزيز التواصل بين الدبلوماسيين الدوليين وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولهم، مثنيا على ما تضمنه برنامج ضيافة من أنشطة وفعاليات متنوعة أتاحت المشاركين من الدبلوماسيين الدوليين فرصة للتعرف على التاريخ الحضاري والإرث الثقافي لمملكة البحرين. اليوم اختتمنا النسخة الثالثة من برنامج ضيافة، وهو برنامج يمتد على مدة أسبوعين تقريبا، يهدف إلى تعزيز الثقافة وتوعية الدبلوماسيين الأجانب بمملكة البحرين بثقافتها بتاريخها، وهو برنامج رائد، برنامج قدمه دبلوماسي في عام 2019 وحاز على المرتبة الأولى في مسابقة فكرة، وإحنا كنا الجهة المنفذة لهذا المشروع. سنة عن سنة شفنا الإقبال الكبير، شفنا ازدياد في عدد المشاركين. يسعدنا استضافة المشاركين في برنامج ضيافة بالتعاون مع وزارة الخارجية هنا في مسرح البحرين الوطني، هذا المسرح الثقافي الذي يشهد على التبادل الثقافي بين البحرين ودول العالم. وهذا البرنامج يتيح المجال للدبلوماسيين المشاركين من حول العالم للتعرف على البحرين بتجاربها المختلفة، ولا شك بأن العنصر الثقافي هو عنصر مهم بالتعريف للبحرين، وحرصنا أن يكون ضمن البرنامج المعد من قبل الأكاديمية ووزارة الخارجية حضور مكثف للثقافة البحرينية. سعداء جدا بأن تعقد أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية النسخة الثالثة من برنامج ضيافة، وهي أحد الأفكار الفائزة في مسابقة فكرة للابتكار الحكومي التي دشنها سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 2018. فهذه الفكرة فازت في النسخة الأولى من مسابقة فكرة، ولله الحمد بتعاون من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية استطعنا الوصول اليوم إلى هذه النسخة الثالثة من البرنامج. برنامج الدبلوماسيين الدوليين أتاح لي فهم الكثير عن مملكة البحرين، فأنا الآن أعرف الكثير عن ثقافتها وتاريخها وشعبها. كما أتاح لي هذا البرنامج توثيق العلاقة مع الدبلوماسيين الآخرين من مختلف أنحاء العالم. إنها كانت تجربة عظيمة بالنسبة لي وللمشاركين الآخرين. Great experience for me and for everybody involved. دي فرصة طيبة جدا أتاحتها لنا أتاحتنا مملكة البحرين في الالتقاء بزملائنا في نفس المجال من مختلف دول العالم. أشكر مملكة البحرين على الضيافة الكريمة، أشكرها على التعرف عن قرب عن مملكة البحرين، أشكرها على أن احنا عشنا البحرين ولامست قلوبنا البحرين. وهذه أول مرة التي أزور إلى دول الخليج، وأنا أشتغل في مصر، ولذلك يعني أنا درست عديد من يعني الثقافة مختلفة، وأيضا
التاريخ في بحر في بحرين، ولذلك يعني سو انا يعني ان شاء الله يعني انا اريد ان اشتغل لتعميق العلاقه الثنائيه بين اليابان وبين البحرين.